بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر جريدة الوقال اللي عطاتنا فرصة باش نمدوا كلمة على اللقاء. اللقاء تعرفوا دي لا بريمير جوني ديبي تاع البطولة صعيبة شوية تعرفوا، مع فريق محترم هو فريق تليلات اللي صعد بالعمالة. البنات أدوا ما عليهم وعطيهم الصحة ومشكورين. المقابلة كانت متوسطة من جانبين، الحمد لله ليسونسيال فزنا بالمقابلة. الأهداف تاعنا هو كما سبقنا جددنا الفريق حوالي 95%، والأهداف تاعنا تاع العام هذا هو لو مانتيا، نلعبوا البقاء في القسم الأول. احنا سطرنا مع الطاقم الفني وقلنا باللي فريق احنا الأهداف تاعنا هو الصعود بعد سنتين وثلاثة، والعام هذا باش نكونوا فريق شاب. وكنت تشوفوا الحمد لله الفريق عاودنا بحوالي 95% تجدد الفريق، وان شاء الله العام هذا نلعبوا على لو مانتيا، والعام الجاي ولا دون دو زون نعاودوا نخموا في الصعود. بو علام، الملاحظ اليوم ان اللاعبه الشابه اللي جبتها من جميله وكانت تلعب في فريق البرج لم تشارك بزميلتها، وش هي المشكل تاعها؟ والله المشكل يعني لعبه صغيره، يعني عندها احنا جبناها باش تتعلم باش ندخلوها مع البنات اللي جبناهم جدد. اما لازم الفريق رئيس الفريق تاعها يقول لك انا ما نمدش الطفله، انا جي با كومبري، مانيش فاهم علاش ما حبش يمد الطفله، بورتو طفله صغيره ولعبت العام اللي عندها عام انتو هاك تعرف الرواسه هذو كيفاش راهو يخمم. ان شاء الله نلقاو حل في اقرب وقت ان شاء الله باش نقولوا البروبليم تاع الطفله هذه ديفينيتيف. والله صحيح انا كنت باش نصح مع في قسمي الله غالب، يعني ما كتبش مازال لي انا مصحه 3 سنين مع بو علام، ما كتبش حبيت نكمل هذا العام معناها في الدائر ونزيد نعطيه البلوس بويسك ما راهش ناسيونال. السقف ما زالت معناها ان شاء الله نخدم على روحنا اكثر، وكسوات فاقس ولا اي جمعيه اخرى كل شيء يجي بالخدمه، والا في الجزائر معناها حاجه عاديه. والسقف هذيك معناها ديما اكوتي ويعطيهم الصحه اللي قبلوني وعيطولي وانترينيت معاهم، هذه المزيه هذه ما ننساهاش. وسي البريزيدون تاعهم بون مدام ماني جديده مع هذا الكلوب وعطوني كونفيونس وداروا فيا كونفيونس باش نقدر انا ندخل بريمي غارديان. ثم على حساب الخدمه اللي خدمتها مع البنات كنا قادرين نديرو ميت اون شباب مع الاول، ابارامون عندنا شويه لي بليسي مي سافا سا مارش. فريق انت انطلق في التحضيرات متاخرا منذ 15 يوم، ولهذا الفريق ما قدش يسير المقابلة بنفس الريتم اللي بدأ به، وما صا الفريق أدى اللي عليه. ولا وما تنساش باللي أن الفريق تيلات حديث النشأة وفريق عاد لاحظ سعد هذا الموسم لفئة ناسيونال اون، ولهذا الأهداف المستقرة وهي البقاء ضمن النخبة الوطنية. ولهذا الفريق مازال باقي له خدمة، وإن شاء الله بالمداومة والعمل نحظى بالبقاء في ضمن الفرق الوطنيه. شويه بريمير ماتش وبريباراسيون راهي ديجا بدينا في 15 جور، ماشي رسمه والفوش بعضهم وكاع، مي بشويه بشويه هذا عاد بريمير ماتش. ان شاء الله لي ماتش الاخرين ان شاء الله نربحوهم، نزيدوا نبريباريو اكثر ونربحوهم ان شاء الله. لعبنا بدينا بريباراسيون صافي 15 جور وصافا الحمد لله، زعما بدينا كاع لي في جبنا جاو كاع فينا و بيان سور لي جو تعرف الفواياج لي جواز نصهم ديجا عياو نصهم مازال ما داولهم، كاينين من لعيبات واحد ثلاثه مازال ما دارهم لا ليسونس. بصح المهم زعما قدرنا بون ماتش نورمالمون نربحو. السلام عليكم. التوضيح الوحيد اللي عندي انه انا كنت في ايكيب متواضعه بارابور واش كاين لهنا كيما لاسفاك ولا لي زيكيب كاع تاع قسنطينه، بغيت نشونجي باسكو فما ما لقيتش واش كنت باغيه وما قدروش يلحقوني وراني باغيه نلحق، مي هما بغاوش يطلقوني لاسباب انا ما على باليش. ليبيغاسيون تاعي مازالت مع الكام مالغري درت بريباراسيون بديت نستاجي، مي لحد الان ما بان والو. ميرسي.